خلوني هروح مع حضراتكم للخبر الثالث النهاردة، وهو عن الجولة اللي بيقوم بيها وزير الخارجية سامح شكري لعدد من الدول الإفريقية في إطار الجهود الدبلوماسية لحل أزمة سد النهضة، وتسليم رؤساء هذه الدول رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض آخر تطورات أزمة سد النهضة وموقف مصر تجاهها وتوضيح حقيقة ما تم خلال الاجتماعات الأخيرة بين مصر وأثيوبيا والسودان، وما أظهرته مصر من إرادة صادقة في أن تؤدي هذه الاجتماعات إلى إطلاق مسار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ حقوق الدول الثلاثة ويحقق مصالحها المشتركة ويعزز الأمن والسلم الإقليمي. تحية تقدير للوزير سامح شكري لأنه مش ما بيقعدش وبيتحرك 24 ساعة في كل الاتجاهات لحل الأزمة. عايز اروح مع حضراتكم للخبر الرابع عفوا، وهو عن توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية في مجالات مشروعات الانتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية المختلفة بهدف تحقيق التبادل التجاري والأمن الغذائي لشعبي وادي النيل. الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أكد أن جميع عناصر ومقومات النجاح للشركة الجديدة متوفرة على أرض الواقع، سواء من ناحية التربية الحيوانية أو زراعة الأعلاف وصناعة اللحوم والألبان والتجارة والتوزيع، وخاصة في ضوء ما تمتلكه السودان من ثروة حيوانية كبيرة، وكذلك موقع شركة جنوب الوادي بتوشكا، الأمر اللي هيفتح الباب أمام الاستثمار في مشروعات عديدة في مجال الانتاج الزراعي والحيواني. أعزائي المشاهدين، يمكن أخباري معاكم النهاردة خلصت، لكن عايز أتوجه لحضراتكم، يعني خلوني أقول دعوني أقبل أيديكم أبوس إيديكم جميعا، نلبس الكمامة. أرجوكم، الموضوع كبير قوي، الموجة الثالثة عنيفة جدا لفيروس كورونا، أرجوكم احنا كل يوم بنصحى على خبر مفزع لفقد عزيز وغالي علينا، أرجوكم أبوس إيديكم قللوا من عزومات رمضان، أرجوكم